وهذا الكيس انا حامله مشان هلا قيطان واخوي وابن اخوي الصغير ونسوانهم اثنين لحتى نضمهم عم نضمهم بهالاكياس هاي. 30 saniye ölümüz var içeride. Çıkardılar demeni. Son katta. Sizden yardımımız yani devletimiz bu kadar aciz mi? Bu kadar mı aciz devletimiz? Çıkardılar. Bir şey diyemiyoruz ya. 30 saniye sabaha kadar yatıyorlar burada. Canlıydı. نحكي لكم حالة صعيبة سانسامون، أنا يحتضوا كما زال كاين ناس كاين ضحايا مازال ما لقاوها، وش دوكا كاين ضحايا تبالي لقاوها ميتة وكاين ضحايا اللي لقاوها حتى. Bir yıl içerisinde de Allah'ın izniyle şunu da söyleyeyim. Tüm felaket zedelerimizin konutlarını talimatı verdim. 10 vilayetimizin 10'unda TOKİ'nin yönetimindeki tüm müteahhit firmaları devreye sokmak suretiyle hem enkaz kaldırmaları hızlandıracağız. Bunun yanında da bir taraftan konut yapımını hızlandıracağız. والله احنا اخي اربع عائلات قاعدين هون هلا بالسياره حاليا. الحمد لله امورنا بخير، طلعنا من الزنازه اللي صارت لانه البنايات اللي احنا قاعدين فيها هلا غير صالحه للسكن. ما بس احنا وكل الحي يعني اللي هون. والحمد لله رب العالمين الله سلمنا احنا وهالاولاد. طيب ليش ما عم تروحوا على مخيمات او اماكن ثانيه؟ والله صاير اخي هون يعني هون قرنتنا وما هون قاعدين بالفلا، الحمد لله امورنا بخير. اول شيء اول ما صارت الهزه كنا نتمنى انه مثلا تجي هيك يعني هالدول مثلا ما في غير اهل الخير يعني هالعالم اللي حوالينا اللي مناطقنا هون الاهالي عم تجي تساعدنا، غير هيك ما في حدا عم يجي يساعدنا. يعني التراكس او اي شغله عم نجي نقول له اول يوم لما صار الزلزال اول يوم عم نجي نقول له يقول له ماني فاضي، ما عندي مازوت، ما عندي كذا، ما في مين يساعدنا.